فينا هو، بغينا نشوفوه. اللي كديروا وهاد اللايفات اللي كطلعوا وهاد الدعايات الكاذبه اللي كتحطوا على عباد الله كل نهار كتحطوا، واش كتعرفوا بان هاد الشيء اش من الدعايات يا بنتي واش بديهم لنا حطيهم لنا في الله؟ عليكم السلام ياسمين، جبدي لنا هاد الدعايات الكاذبه اللي كنحطوا احنا اللي كاينين بارتاجا في اليوتيوب، كنقولوها كنديروا عليها الرياكشن، كنجبدوا الحقيقه ديالكم. كل شيء هاد الشيء ديال الكذوب كيف قال المستر سيمو. راه لا حول ولا قوة إلا بالله، فريمون اللي كتعرف الله ما كديرش هاد الطريقة بحالتها، ما كتطلعش تبقى تعنب على الرجال، ما كتطلعش وهي مزوجة وخارجة بهذوك الحجبان مديرهم، وأنت بعدا كن ما عايشاش. عليكم السلام ختي نانو مالك، عليكم السلام. ما كتطلعش تبقى تقول الكلام النابي، أنت ها أنت وما عايشاش حتى بالسخشية. السخشي كي يقولوا السخشية ولا السخشية ولا الله أعلم، أمي مهدوم. شخصية شخصية السخشية ديالك أن ما عايشاش بها. أنت كتانسبيرا منين؟ من غيتها، لا من طريقة الميك اب اللي مديرة، طريقة الحجبان، طريقة الشعر، الكلام ديال غيتها. اش كنعاود كنعاود غنقولها لك قداش خويا، انت طلعتي لي براسي سير بحالك مرارا وانت مصيفط ليا بكل رجوله مني انا. اوكي ميك اب بكل رجوله مني انا، وباني بما اني اختي راكي انت مؤنث زوجيه، اختي راكي انت مؤنث، انت مؤنث ماشي رجل مذكر. انت الله يهديك، عليكم السلام ام ريم. اختي كصفه زوجيه، سمعوا الصفه الزوجيه، عمري سمعت اني زوجته الا ما بغيتوش تبعدوا ولا ما بغيتوش تعطيو الثقه انا قاد ندير بكم شكايات، لان تبقاو تفضلي ديري بيا انا الشكايه. مرحبا، نشوفوا هاد الدري ما ربنا لا هذا يمشي يرجع بحالو اللور، ما بغاش يجاوب. زيدي علاش لا تابعت؟ سير بعد مني عطيني اتساع، وسير بعد من هذيك الاسره، عطيوها هذيك الاسره، عطيوها اتساع، تفرقوا منها. هذيك الاسره مكونه عندها عائله مكونه من اب وام واولاد، وعندهم محامي ديالهم، عندهم محامي ديالهم مكونه من ام من اولاد، وحنا ما عرفنا مناش مكونه. مال وقال عندك كونيكسيون باش يثيقوا فيهم، عنده نزار، عنده مرتو، عنده والدي، عنده محامي، عنده الناس صحابو اللي كيبغيو، الاصدقاء اللي توقفوا معاه من قلبه بحال مول الشراكة. توقف معاه مسكين كيمشي عنده كل رجولة خد عليها وشي لاخر، لا مسكين واخا خرجت الخبرة، الخبرة واخا تخرج يعني انسان عادي، راه كاينين امراض نفسيه، راه كاينين الاعتراف منا خبره خرجت انسان عادي او اعتراف. ستوب ني بارا، ستوب نعقب على هذه، ستوب ني بارا نعقب على هذه. تفضل. سميتو دابا هي شنو بغات؟ بغات انه يبقى نزار يعني حامل يعني هز على ظهره هذاك الصفه ديال انه احمق ومسطي ومريض نفسي، فهمتي؟ لمآربها الشخصيه، لانها هي على زوجات به بغات هي على هاد الصفه هذه باش يبقاو يستحمروا الشعب المغربي كذا بهذيك الافلام ديالهم وداك الشيء. اوكي، وهي حاولت هي يعني من الافضل انها هي تدافع على راجلها، تدافع على راجلها مع نادا، يعني داك الشيء اللي يعني خاصها تحارب نورمالمون. نادا هي اللي داعياه وهي اللي متهمه بانه كيسب، وهي اللي يعني فوالا، يعني نورمالمون خاصها هي ماشي تحاربكم نتوما ولا تحارب الناس اللي كيهضروا في الواقع، يعني في الخبره وداك الشيء. وكيقولوا ان السيد راه نورمال راه ماشي مريض، ولكن هي بغات انه ديما داك نزار يبقى عنده داك اللوحه هازه على ظهره
انهم سطي مريض نفسي باش يبقاو يسترزقوا بها على دار عباد الله. كمل اخويا. وهي خيمه كاليفورنيا ان راك تعترف كتدخل ان البارح ديت منبر ديال شوف تيفي داخله انك تبرك في نزار كتعترف بامها انها لا قبل التنازل باش يديروا الندى ولا لا؟ أمراض نفسية في الإنسان، دابا الخبرة تقدر تخرج لك الخبرة بأنك صحيح، ما تحمقش، حنا ما قلناش نزار أحمق، حتى شي واحد ما قال فينا راه نزار أحمق، ولكن راه كاينين أمراض نفسية. تفضل أمستر سيمو التدخل ديالك، نبغي التدخل ديالك ملي تيكون. السلام عليكم، على الله تكون عندك كونيكسيون. أنا والله إلا بغيت مستر سيمو ديالك التدخل ديالك. السلام عليكم. كونيكسيون. كونيكسيون. كونيكسيون عندك مستر سيم. هو المشكل. وي كتسمعني؟ دابا كنسمعني. دابا كنسمعك. كنسمعك. اي راه عرفتك كتسمعني. راه عندنا حنا عندنا اون كونيكسيون راه عرفتيني عندي اون كونيكسيون كي اديكوات. المهم ما تيهمناش دابا هاد القضيه. غادي نقول لك واحد القضيه سي ني با لا. القضيه اللي فيها كتسمع لي مزيان دابا؟ كنسمعك كنسمعك تفضل. القضيه اللي فيها واللي الجلسه امتى غادي تكون؟ قال الوانكم بانه غادي تكون الجلسه نهار 16. واش هاد القضيه كونفيرمي ولا ماشي كونفيرمي سي ني با لا؟ لا ماشي كونفيرمي، ماشي كونفيرمي، عنده شكوك، مازال الجلسه عنده شكوك هو خرجات. ايه اما الجلسه تقد تكون 16 18 21، الجلسه تخرج حتى لغدا 16 18 21. هو قال تقريبا، هو قال مني شفت انايا في السيت ديالو قال تقريبا، هو قال لك هو 16، هو التقدير ديالو قال لك 16 هي بالنسبه لي، هو بالنسبه لي هو الاربعاء الجايه على هذه الحاله ياك. لا هي شوف من كتخرج سمعني سيمو، من كتخرج من هذه قضيه التحقيق كونفيرمي سي ني با لا. لا ماشي كونفيرمي، ماشي كونفيرمي، عنده شكوك، مازال الجلسه عنده شكوك هو ما تخرجاش. ايه اما الجلسه تقد تكون 16 18 21، الجلسه تقد تخرج حتى لغدا 16 18 21. هو قال تقريبا، هو قال مني شفت انايا في السيت ديالو قال تقريبا، هو قال لك هو 16، هو التقدير ديالو قال لك 16 هي بالنسبه لي، هو بالنسبه لي هو الاربعاء الجايه على هذه الحاله ياك. لا هي شوف من كتخرج لانه سمعني سيمو،